السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يا سادة أكرام، معكم الآن مصطفى صادق من قمة هذا التل الأثري في ولاية أريزونيا، مدينة توسون. مثل ما تلاحظون هنا أنا من فوق التل، تلاحظ تشوف يعني كل أنحاء توسون، مدينة توسون في أريزونا. هذا اللي قاعد تشوفونه قدامكم هو عبارة عن كنيسة مبنية من القرون الماضية، تقريبا 300 أو 400 سنة سابقا، يعني اول ما وصل المستعمر الانجليزي او المحتلون الاوروبيون الى هذه المنطقه قاموا ببناء هذه الكنيسه، ولذلك تعتبر واحده من الكنائس الاثريه المهمه في هذه المنطقه. هنا نتلاحظ ايضا حفر في الجبل، تم يعني حفر هذا المكان ليكون مكان عباده من قبل احد القساوسه في الذكرى 1500 لولاده سيدنا المسيح عليه السلام. هنا تلاحظ انه تمثال السيدة العذراء، وهذا المكان يعني مكتوب بانه please respect this sacred place، يعني رجاء احترم هذا المكان المقدس. هم يعتبرون كل مكان في اثر او ذكرى من السيد المسيح او السيدة العذراء هو مكان مقدس. يعني تلاحظ انه فشي جميل بالحقيقة. يعني اول ما اجيت هنا الى اريزونا ولاحظت هذه الاماكن وهذه المشاهد الطبيعية، تذكرت البيئة في العراق. يعني صراحة كل اللي كنا نشوفه في نوكسفيل هو عبارة عن مناطق خضراء وتلال وهضاب في كل مكان، لأنه هنا البيئة في أريزونا مثل ما توقعت، يعني مثل ما قرأت عنها ومثل ما تحدثوا عنها الأخوان، أنه هي كأنه يعني نفس البيئة في العراق. أيضا أرض جرداء منبسطة في أغلب أحياء مناطقها، يعني إلا أنه تلاحظ يعني على امتداد البصر هناك بعض الجبال والتلال. ايضا تلاحظ انه هذه اشجار الموز الشهيره موجوده عندنا من اتها. يعني الشيء المثير للاهتمام اللي لاحظته في هذه المدينه واللي ما كان موجود في ناكسفيل هو كثره نبات الصبار، اللي هو عباره عن يعني نباتات كبيره جدا ويعني تنتصب عموديا. بعد شوي ان شاء الله راح نشوفها في فيديو اخر، فخليكم ويانا يعني.